لاقت المغرب وموريتانيا تصمد أمام الألاعيب الجزائرية رأت مواد بعض الأسبوعيات نستلهم من الأيام. وكون العلاقات المغربية الموريتانية تبقى فريدة من نوعها ومن أكثر العلاقات بين بلدين التي يصعب تحليلها وترقب مآلها، وذلك لاعتبارات شتى. لكن في الأيام الأخيرة حصلت سلسلة من الأحداث التي جعلت البلدين في وضع مشابه، وعنصر المفاجأة فيها هي الجزائر التي لطالما أثقلت كاهلا نواكشوط ودفعت إلى الموازنة في علاقتها بين الرباط والجزائر، وقبل أن تجعلها اليوم في خندق واحد مع الرباط بالصدد ذاته. قال الوزير الموريتاني السابق ولد أمين: لا أعتبر ما يحدث إعاقة لمشروع المغرب العربي في انتظار حل كامل وشامل لكل بؤر التوتر التي تعيق تطور المشروع. لا بأس أن يتم تأسيس ما هو ممكن بين الدول بشكل ثنائي. وعلى هذا الأساس فإن أي ثقافة تقارب بين الإخوة الجزائريين والتوانسة والليبيين لا ضير فيها، كما لا ضير في أي تقارب بين الجزائر وموريتانيا والمغرب وموريتانيا. المهم أن نسير على الخطى وأن نسعى بروح طيبة إلى إذابة الجليد وفتح الباب لمغرب الشعوب، ومغرب الشعوب لا يمكن أن يبقى إلا بعد تدمير الدغائن والأحقاد التي خلقها هذا الجو السياسي الموبوء منذ 40 أو 50 سنة.